الرحمة والخلول لضحايا الإبادة الجماعية الأزيديين والصبر والسلوان لذويهم. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن ذكرى العاشرة ينضم معنا الدكتور حسين علاوي خبير أمني. صباح الخير وشرفتنا في صباح الخير. مستشار رئيس وزراء. أهلا وسهلا بك. أنا مستشار رئيس وزراء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيادة المستشار في هذه الحلقة الخاصة اللي نتناول بها الذكرى العاشرة لهذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية. أهلا وسهلا. نعم، بداية خلينا نتحدث عن الإبادة الجماعية والتي قام بها داعش الإرهابي والذي حدثت في عام 2014. يعني أكيد اليوم يحيي العراقيين بهذه الجريمة النكراء هي الإبادة الجماعية وهذه الممارسات الإرهابية التي مارسها التنظيم الإرهابي داعش تجاه العراقيين وشرائح المجتمعية العراقية ومنها الأزيديين الذين يعني عانوا ما عانوا خلال مرحلة سيطرة التنظيم الإرهابي داعش على محافظة نينوى، وكذلك بالمقابل إلى أنه صمود الأزيديين وصمود كذلك بالمقابل العراقيين في مواجهة الإرهاب الداعشي وكذلك بالمقابل الانتصار عليه. ونستذكر حقيقة بطولات كبيرة للأزيديين إن كانوا رجالا أو نساء أو شبابا أو أطفالا حقيقة في وقوفهم أمام هذا الإرهاب التكفيري الذي حاول أن يطمس حقيقة الهوية العراقية ويطمس هويتهم كذلك الاجتماعية وهويتهم الدينية. وهذا بالتالي ما نحييه اليوم هو انتصار مرة أخرى، وهذا ما ذكره السيد رئيس الوزراء حقيقة صباحا في تدوينة خاصة على منصة إكس، وكذلك بالمقابل نلاحظ أن نادية مراد التي هي أخذت جائزة نوبل في هذا المجال من الأخوة الأزيديين تشير بصورة واضحة أن وقوفنا اليوم بعد 10 سنوات هي رسالة مهمة أمام هذا الإرهاب والفكر التكفيري الذي أراد أن يمسخ الهوية الوطنية وأن يمسخ كذلك الهوية الأزيدية. وهذا هو انتصار حقيقي حقيقة للعراقيين في إرادتهم على هذا المجال. وطبعا نستذكر بطولات قواتنا المسلحة العراقية وبطولات الشهيد ماجد التميمي الطيار الذي أنقذ حقيقة العديد من المواطنين من إخواننا الأزيديين في ذلك الوقت والذي استشهد أثناء نقلهم خلال هذه الطائرة، وكذلك الشهداء والجرحى الذين قاتلوا قتالا باسلا من أجل تحرير حقيقة هذه الأرض وكذلك تحرير الأراضي العراقية وعودة الحياة فيها. وهذا بالتالي ما يعمل عليه الآن السيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني في حكومته حقيقة التي حققت الكثير للأخوة الأزيديين في سجار وفي غير حقيقة من الأقضية، بالإضافة إلى تفكيك قضية النزوح الأيزيدي وكذلك بالمقابل تمليك الأراضي التي هي لم تملك حقيقة منذ سبعينات القرن الماضي. نعم. إلى أهلها، وكذلك تنفيذ تام لقانون الناجيات الأيزيديات، وهذا كان عمل كبير حقيقة يجري العمل عليه الآن في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك الوزارات ذات الصلة وفقا للقانون الذي صدر في عام 2021، وكذلك بالمقابل عودة الحياة وعودة الاستقرار وعودة التنمية والبناء والإعمار، وكذلك قواتنا الأمنية التي تساند إخواننا الأزيديين في ممارسة طقوسهم الطبيعية. وهذا حقيقة هو انتصار كبير جدا. بهذه الجزئية المهمة اللي ذكرت قضية أنه عودة النازحين، قضية إعادة إعمار سنجار، يعني هناك البعض من الأزيديين لحد الآن متخوف من تكرار هذه التجربة أو المأساة، كيف نستطيع أن نطمن الأخوة الأزيديين أنه نحن موجودون؟ نعم. هناك من يدافع عنكم، أنتم أصحاب الأرض. يعني أكيد القوات الأمنية العراقية تعمل ليلا نهارا على دعم الاستقرار ودعم نعم. الحياة ودعم كذلك بالمقابل عودة النازحين ومساعدتهم، كذلك بالمقابل وزارة الداخلية الاتحادية انبرت حقيقة في عمل استعادة مراكز الشرطة واستعادة عمليات فرض القانون، وكذلك بالمقابل المساءلة والعدالة للإرهابيين الذين قاموا بهذه الأفعال الشنيعة في سنجار وغيرها حقيقة من الأقضية في محافظة نينوى وغيرها من المحافظات. وهذا حقيقة ما صدر في قرار حقيقة عن مجلس الأمن 2379 الذي عد هذه الجريمة بأنها إبادة جماعية، وهذه كانت إشارة مهمة من المجتمع الدولي لدعم العراقيين ودعم الأزيديين في عودة حياتهم الطبيعية. ولذلك القوات الأمنية والحكومة العراقية تعمل ليلا نهارا حقيقة على تحقيق الاستقرار داخل سنجار وعودة النازحين، وهنالك العديد من العائلات التي قامت وزارة الهجرة والمهجرين بعودتهم عودة طوعية. نعم. وكذلك بالمقابل إلى أنه عمل على تنمية من خلال صندوق يعني إعمار سنجار، وهو واحد من الصناديق المهمة والاستراتيجية لتمويل محافظة نينوى من أجل استعادة الحياة بصورة تامة
هامة جدا داخل محافظة سنجار، وهذا ما عملت عليه حكومة الأستاذ محمد شيع السوداني خلال الموازنة الاتحادية للسنوات 23-24-25، وهذا التزام سيادي من قبل الدولة العراقية بعودة الحياة الكريمة إلى أهلنا في سنجار. نعم دكتور، برأيك ما هو دور الإعلام في تغطية هذه الأحداث؟ يعني أكيد الإعلام هو كان مساند كبير في كشف هذه الجرائم الإرهابية الفظيعة التي اتخذت تجاه المواطنين العراقيين ومنهم الأيزيديين على وجه الخصوص، وخصوصا شبكة الإعلام العراقي كانت مرافقة لعمليات التحرير في محافظة نينوى، وهي كانت تقوم بتقدم الساعات الإخبارية الواحدة تلو الأخرى لنقل هذا المسار، بالإضافة للقنوات الإعلامية العراقية التي شاركت في ذلك الوقت حقيقة غرفة الإعلام في شبكة الإعلام العراقي في تغطية العمليات التحرير وكذلك عمليات الاستقرار وما تلاها من جهود كبيرة لجهود الحكومية والمدنية وكذلك جهود المجتمع الدولي في استعادة هذا المسار، وكذلك بالمقابل الإعلام كشف العديد من الممارسات الإرهابية للإرهابيين من خلال الاعترافات المباشرة التي سجلت عبر يعني الأوامر القضائية وكذلك عبر أجهزة فرض القانون التي استطاعت أن يعني تسيطر على العديد من الإرهابيين وتقدم اعترافاتهم وشهادات حية. فالإعلام لعب دور كبير جدا في مرحلة الحرب وفي مرحلة مواجهة التنظيم الإرهابي داعش في سنجار، وكذلك بالمقابل مطاردة القصص الأساسية لقضايا الأيزيديات اللواتي هم خارج البلاد الذين بعض منهم ما زال تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش، وطبعا يعمل هنا الأجهزة الاستخبارية في مقدمتها جهاز المخابرات الوطني على متابعة هذه يعني المعلومات ومتابعة كذلك بالمقابل واستعادة العديد من الأخوات الأيزيديات إلى الأراضي العراقية، وهذا ما حصل خلال السنوات الماضية. والإعلام بالتالي هو عامل مساند، عامل داعم، عامل يقف أمام التطرف الإرهابي ويقف كذلك ليعطي فرصة للحياة وينقل حقيقة صور الحياة التي اليوم نحتفل ونحيي الذكرى العاشرة حقيقة، وهي ذكرى قد تكون مؤلمة في العقل العراقي وفي العقل الأيزيدي، ولكنها فرصة جديدة للحياة مرة أخرى للأخوة الأيزيديين في العراق وفي كل ربوع العالم. نعم يعني تطرقنا لقضية المفقودين يعني أحسنت دكتور، أجبت عن هذه القضية اللي كان بودي أن أطرحها. نعم. الآن بما أنه أنت مستشار للسيد رئيس الوزراء أيضا، نعم، أنت خبير أمني، نعم، في ذات الوقت، كيف هو التعاون بين الأجهزة الأمنية و كردستان العراق تحديدا البيشمركة أتكلم هنا؟ يعني أكيد العلاقات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان هي علاقات متميزة، وهذا ما لاحظناه في زيارة السيد مسعود برزاني إلى العاصمة بغداد ولقائه بالقيادات السياسية والحكومة العراقية. أنا أتكلم تحديدا في قضية سنجار. في سنجار يعني طبعا كان هنالك اتفاق مشترك ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان عرف باتفاق سنجار، طبق البعض حقيقة من فقراته، لكن البعض الآخر كان أمام عقبات سياسية واقتصادية و أمنية. الآن أتوقع أن السيد رئيس وزراء أستاذ محمد شيع السوداني قد عمل عمل كبير جدا، سواء من حيث انتشار الأجهزة الاتحادية الأمنية بالتعاون مع كذلك حكومة إقليم كردستان والتنسيق الاستخباري لمواجهة آثار يعني داعش الموجودة في المنطقة، كذلك بالمقابل قضية فرض القانون وفتح المراكز الشرطة و يعني تطويع أهالي سنجار من الأيزيديين وغيرهم حقيقة من المكونات الأخرى في هذه المراكز لكي هم يديروا الأمن بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وتنسيق كذلك مع حكومة إقليم كردستان. هذا المسار هو تعمل عليه الحكومة العراقية، كذلك بالمقابل انتشار قوات حدودية اتحادية من قوات حرس الحدود الأبطال الذين هم الآن مرابطين حقيقة على الشريط الحدودي من أجل منع التسلل والهجمات التي قد يقوم بها التنظيم الإرهابي داعش أو كذلك عصابات الجريمة، وهذا ما تعمل عليه القوات الأمنية. كذلك بالمقابل صندوق إعمار سنجار، وهو صندوق مهم واستراتيجي لاستعادة البنية التحتية، لاستعادة كذلك الحياة واستعادة كذلك المرافق الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في سنجار، بالإضافة كذلك بالمقابل التنسيق الاستخباري ما بين يعني قيادة العمليات المشتركة وما بين كذلك وزارة البشمركة مستمر، وهنالك مراكز تنسيق استخبارية سواء أنه لتأمين واستدامة النصر العسكري وتحويله إلى نصر تنموي وكذلك استقرار، وكذلك بالمقابل مطاردة المطلوبين من الإرهابيين الذين قاموا بهذه جرائم
الإبادة والتي صنفتها طبعا دول العالم سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أنها جرائم إبادة، وبدأت يعني تطارد حتى الإرهابيين الموجودين في الدول الغربية، وهذا ما لاحظناه طبعا في شواهد عديدة نقلها الإعلام ونقلتها كذلك التقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة، بالإضافة كذلك إلى المساءلة الخاصة ب يعني أنه فريق التحقيق الدولي اليونيتاد الذي قام بدوره بقضية فتح المقابر الجماعية، يعني هنالك العشرات من المقابر الجماعية تصل أكثر من 83 مقبرة جماعية، طبعا تحتاج إلى جهود فنية وجهود يعني تقنية، وهذا بالتالي ما تعمل الأمم المتحدة مع الحكومة العراقية ومع الفريق الاستشاري في مكتب رئيس الوزراء، وكذلك بالمقابل مع الأجهزة الأمنية وكذلك مع حكومة إقليم كردستان في فتح هذه المقابر واختبار الدي ان اي، وكذلك بالمقابل إعلام ذوي الضحايا حقيقة من الشهداء رحمة الله عليهم، وكذلك بالمقابل هذا المسار، بالإضافة إلى إنفاذ قانون الناجيات الأيزيديات الذي هو قانون مهم جدا يعطي الحياة الكريمة إلى يعني من خواتنا الأيزيديات، وهذا بالتالي مسار ملتزمة به الحكومة العراقية سواء من حيث الإدارة ومن حيث التمويل، وبالتالي هذا هو مسار التنسيق الذي يأتي، بالإضافة طبعا إلى عمل المنظمات الدولية التي تعمل مع دائرة المنظمات الغير حكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تقيم بين الحين والآخر حقيقة عمليات مراجعة وحملات لعملية تعزيز الجهد المدني في هذه المناطق، وهذا بالتالي ما يعزز الاستقرار ويعزز التنمية ويحارب الفكر المتطرف الذي ولد هذه اللحظة الصعبة التي مرت على أهالي سنجار وكذلك بالمقابل المحافظات المحررة. نعم دكتور بريئي، كيف كان صدد جرائم في العالم؟ يعني أكيد هذه الجريمة المنظور الدولي اتخذ عديد من القرارات، وأنا ذكرت حقيقة قرار مجلس الأمن 2379 وغيره من قرارات مجلس الأمن الأخرى الخاصة بمعاقبة من اشترك مع التنظيم الإرهابي الداعشي في التواجد على الأراضي العراقية، وكذلك بالمقابل اللجان الخاصة بلجنة الجزاءات وغيرها من اللجان الأخرى التي انبرت الآن بعملية تحديد هذه القوائم من خلال يعني قوائم عراقية تقدم من الأجهزة الاستخبارية وتعمل على المتابعة من خلال الانتربول الدولي، وتعمل كذلك بالمقابل المتابعة من خلال جهود العراق الدبلوماسية وجهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب ومطاردة المطلوبين من خلال النشرات التي تصدر عن الانتربول الدولي عبر الانتربول العراقي، وكذلك بالمقابل دور جهاز المخابرات الوطني وأدوار مستشارية الأمن القومي، وكذلك بالمقابل الأجهزة الاستخبارية الأخرى في المجتمع الاستخباري التي تتابع حقيقة حركة المقاتلين سواء الأجانب أو العراقيين الذين انضموا في يعني هذا التنظيم الإرهابي للقيام بهذه الجريمة وغيرها حقيقة من الجرائم الأخرى كسبايكر وغيرها من الجرائم الشنيعة التي ما زالت هي جرح في ذهن العراقيين، يذكرنا يعني مسار الفكر التكفيري الذي أراد أن يطمس الحياة المدنية والحياة الاجتماعية العراقية، لكن لم يستطيعوا بسبب إرادة العراقيين وبسبب قدرة كذلك العراقيين على الانتصار دوما في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية. دكتور بسؤال أخير، أنت تعي وتعرف قضية الجانب الأمني جزء منها التثقيف، هسه لربما يذهب البعض إلى تشويه صورة الإسلام، وهذا سؤال مهم جدا باعتقاد وأنه من قام بهذا الفعل هم الإسلام أو يغرر ببعض الأخوة الأزيديين، هل نحتاج إلى عملية تثقيف كبيرة بأنه هؤلاء الإرهابيين ليسوا هم الإسلام الحقيقي أو جزء أو شوهوا صورة الإسلام؟ هذا سؤال مهم جدا، بالفعل شوهوا صورة الإسلام ورادوا أن يستمروا بهذا التشويه من خلال العمليات الإرهابية المستمرة لهذا التنظيم الإرهابي ليس على الأراضي العراقية وإنما على العالم، لكن بالمقابل هنالك يعني عمل كبير جدا من قبل الحكومة العراقية في عمليات التوعية ومواجهة الفكر التكفيري وكذلك المتطرف من خلال استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف العنيف تعتمدها الحكومة العراقية وتعتمدها الأجهزة الأمنية وكذلك بالمقابل المؤسسات المدنية المهمة في الجهاز الحكومي خصوصا وزارة التعليم والتربية وغيرها حقيقة ووزارة الثقافة وكذلك شبكة الإعلام العراقي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام العراقي عبر هيئة الإعلام والاتصال، وهنالك عمل كبير بهذا المسار، بالإضافة إلى قضية التنمية. أنا أتوقع أن السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء قد عمل على مواجهة الآن الإرهاب من خلال طريق التنمية ومسار التنمية الإعمارية في هذه المدن
الفلسطين، لكي نضع مقارنة ما بين هذا الفكر التكفيري المدمر للمنازل والبنى التحتية وغير حقيقة من البنى المدنية التي تعبر عن التمدن العراقي الكبير جدا في كل مكوناته، وكذلك بالمقابل الحركة أمام التنظيم الإرهابي الذي أراد أن يطمس هذا المسار وهذه الحركة، والآن المواطنين كذلك بالمقابل، وهذا هو المهم والأساسي، الكل يقف أمام الإرهاب، لا وجود لحاضنة تدعم الإرهاب، وهذا مهم جدا سواء في محافظة نينوى أو في سنجار أو كذلك في المحافظات المحررة الأخرى، وهذا بالتالي نصر كبير لدماء الشهداء رحمة الله عليهم الذين نستذكرهم اليوم والذين بذلوا دماءهم من أجل أن نعيش هذه اللحظة ويعيش أهالي سنجار والأيزيدين حقيقة لحظة تحرر ولحظة يعني اندماج اجتماعي مع المجتمع العراقي بصورة طبيعية، ويمارسون حياتهم وطقوسهم بصورة طبيعية. نعم، شكرا لك دكتور حسين العلاوي مستشار رئيس الوزراء، شرفتنا في صباح الخير. شكرا جزيلا.